هاي اند ويلكم باك. اليوم جيتكم بروسيت جديده. اليوم باش نوريكم كيفاه نعملوا الاوفر نايت اوتس. باش تسحقوا فاكهة خذوا اي نوع على ذوقكم، دي فلوكون دافوان، حليب. انا استعملت صويا ميلك، هذايا خليتهم مع النوتري دايت، عندهم تروا بوتيك في تونس، في المنزه 6 والمنزه 9 والمرسى. خليت لكم السيت نتاعهم، تنجموا تاخذوا اونلاين. يخلي زيدا الفلوكتوز، هذا مطعم عسل من عندهم. باش نسحقوا زيدا بور داموند، هذي عملتها وحدي في الدار، وهذا ميكس نتاع جرينز كيف كيف من عن نوتري دايت بوينت ان. يعملوا ليفريزون باي ذا واي لتونس الكل. وسحقيت زيدا فرماج بلون، ولا تنجموا تستعملوا اي غرطه، وغله اي نوع نتاع غله تحبوه نتوما. كالعاده رسيت سهله على الاخر، باش نخلطوا الانجريدينتس الكل مع بعضهم. باش نوع تنجموا كل مرة تستعملوا نوع آخر متاع غلة، وإلا نوع آخر متاع فاكية. تنجموا تبدلوا القو متاع الحليب. أنا اليوم استعملت الحليب قو فاني، بالحق عطا الرسيت قو آخر. تنجموا تستعملوا قو آخر متاع ياغورت، مش لازم تستعملوا فخوماج بلون. حاسيلو بنوعوا فيها باش ما تفدوش. اهم حاجه اللي رسيت هذه كلها منفعه للبدن، فيها برشا بروتين، فيها اوميغا 3، فيها برشا فيتامينات، هيلثي فاتس من البيغ داموند، نجم تستعمل بيغ دو كاكاويت. حاسيلو كلها منفعه للبدن. قبل كنت ديما نخمم اللي ماكله هيلثي ماكله صحيه معناها ماكله ماسطه مش بنينه وما تشبعش، اما صدقوني ابار اللي هي تقنع على الاخر بنينه على الاخر على الاخر على الاخر. بعد ما تكملوا تزينوها كيف ما تحبوا انتوما، الكي بوينت اللي هي باش تتغطى في كنتينر كيف من هكا، باش حطوها في الفريجيدير ليله كامله. كيف نفيقوا صباحا نحلوها وناكلوها. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت متاع اليوم. كالعاده لايك ذا فيديو، اكتبوا لي كومونتير اذا كان عندكم ريسيت تحبوني نعملها. سينو دونت فورغيت تو سبسكرايب تو ماي شانل، وفولو مي في سناب شات والانستغرام. وانا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجايه. باي باي.